تبدأ رحلتنا إلى جنوب مونترو عند قمة تلة مدينة رومون التي تعود إلى القرون الوسطى. مع توجهنا شرقاً نحو الجبال سنكتشف شارترس دي لا فالسان، وهو دير قديم مغلق. سنتجه جنوباً نحو بحيرة جنيف لنصل إلى مونترو نفسها الشهيرة بالمهرجان السنوي لموسيقى الجاز، ثم ننتقل إلى الجبال ومنتجع التزلج في فيربيه. بالاتجاه شرقاً سنشق طريقنا عبر الممرات الجبلية الخلابة في فالي قبل أن نمر بشكل وجيز عبر شمال إيطاليا. بالعودة إلى سويسرا سنزور مدينتي لوكارنو وأسكونا على شواطئ بحيرة ماجيوري. سننهي رحلتنا فوق جزر بريساغو المتميزة بحدائق النباتات الرائعة المتمركزة وسط البحيرة. هنا في هذه المنطقة السويسرية الفاتنة حيث يتحدث الناس اللغة الفرنسية نجد مدينة رومون الجميلة العائدة إلى القرون الوسطى، اسمها اختصار لعبارة الجبل المدور نسبة للتلة القليلة الانحدار التي تقع عليها. تعرف بجمال نوافذها الزجاجية القديمة والملونة التي تزين العديد من المزارات والكنائس ذات الحجر القديم. مرت رومون بين البيوت الملكية خلال القرون الوسطى، وبالطبع انحازت إلى الجمهورية السويسرية التي كانت أول تعبير عن سويسرا كدولة موحدة. تتمتع هذه المدينة بحصون وبشوارع وأبنية ذات أهمية تاريخية كبرى، إذ إن المدينة بأكملها تندرج في قائمة المواقع الأثرية السويسرية. مع التقدم شرقاً نحو الجبال نصل إلى آخر دير كارثوزيان متبق في كل سويسرا، شارترس دو لا فالسان. طائفة كارثوزيان تتمتع بأسلوب عيش مبني على العزلة المحكمة والعيش المشترك. يمضي معظم الرهبان أوقاتهم في غرفهم يتأملون ويصلون ويكتبون، لكن يتخلل هذه العزلة صلوات مشتركة ومسيرات جماعية طويلة في المناطق الجبلية. بالرغم من أن روح الجماعة بين الرهبان قوية ومشجعة، يبقى الاتصال مع العالم الخارجي محدوداً. يسمح كل سنة بزيارة واحدة فقط من أفراد العائلة. نتابع باتجاه الشرق لنصل إلى قصر جروياغ، وهو الحارس المنتصب على رأس مدينة القرون الوسطى الغريبة التي تحمل الاسم نفسه. بدأت عملية البناء في القرن الحادي عشر لحماية سكان المدينة في الوادي أدناه. منذ ذلك الحين وحتى القرن السادس عشر ازدهرت المدينة. سكن هنا 19 كونتاً مع عائلاتهم لسنوات عدة، وكان آخرهم ميشيل الذي واجه صعوبات مالية في عام 1554. بعد ذلك استعادت البيوت الملكية البارزة كبوفي وبلان القصر وقاموا بتحويله إلى سكن صيفي. في عام 1938 اشترته بلدية فرايبورغ، والآن أصبح مفتوحاً مع حدائقه لعامة الشعب. ثروة المدينة القديمة جوياغ يأتي معظمها بالأصل من الزراعة، فجبنة جروير معروفة اليوم في كل أنحاء العالم. تمكنت البلدة التي أصبحت مكاناً شعبياً يقصده السياح من الحفاظ على الطابع الريفي والجو الهادئ لسكانها الذين يبلغ عددهم 1500. لكن على الرغم من حب البلدة لأساليب العيش القديمة، أنتجت بعض الطباع المتقدمة. على سبيل المثال هانز رودولف جايجر، المصمم السويسري الشهير بأعماله في أفلام الكائن الفضائي إيليان، ولد ونشأ هنا وتأسس حديثاً متحف يضم مجموعة كبيرة من أعماله. نتوجه الآن جنوباً ونبتعد عن الجبال نحو مدينة مونترو على شواطئ بحيرة جنيف.
تمر الحدود بين سويسرا وفرنسا في وسط هذه البحيرة، وبالتالي أصبحت مونتغو تقاطعاً حيوياً للحضارات. لكن مما لا شك فيه أن المدينة معروفة غالباً بمهرجانها الموسيقي السنوي الذي بدأ في الستينيات، ولكنه وصل إلى آفاق شهرة جديدة حينما كتبت فرقة ديب بيربل أغنية دخان على الماء التي تروي ما حدث ليلة أشعل فرانك زابا الكازينو بمسدس ألعاب نارية خلال حفل موسيقي. في تلك الأيام كانت مدينة مونتغو تستقبل 200,000 زائر سنوياً وحشوداً من الفنانين العالميين البارزين. في الطريق المؤدية إلى المدينة نجد هذه السكة الحديدية المعلقة. إحدى الحافلات تنحدر فيما الأخرى ترتفع للحفاظ على التوازن دائماً. إنها وسيلة طاقة فعالة جداً لكسب المزيد من الارتفاع بوقت قصير، وهذا أمر مهم للغاية في هذه البلدات الجبلية السويسرية. في هذه الجولة يستمتع الركاب بحقول زهور جبال الألب في فصل الربيع، وتقدم لهم انتقالاً سريعاً إلى مزالج ترفيهية في الشتاء. فيما نتابع طوال الشاطئ الشمالي لبحيرة جنيف فوق الطريق السريع رقم 9، يمكنك أن تلاحظ سبب شهرة سويسرا بطرقاتها الجبلية الرائعة. هذا الطريق السريع أدناه هو أفضل مثل عن الانتصارات الصعبة التي حققها المهندسون العاملون لإبقاء الجمال الطبيعي للريف. وربما ما تحسد عليه سويسرا أكثر من هذه الطرقات الرائعة هي شبكة السكك الحديدية الواسعة التي تقطع جبال الألب، والتي تعمل وفقاً لجدول زمني فعال وعملي. معظم الخدمات موقوتة بطريقة تجعل القطارات مرتبطة وتصل في فترات زمنية دقيقة، مما يعني أن الركاب لن ينتظروا طويلاً. كما أن الخدمات موثوقة جداً، إذ يمكنك أن تضبط ساعتك وفقاً لها. على الشاطئ الشرقي لبحيرة جنيف تقع قلعة شاتو دي شيون. قلعة القرون الوسطى بدأت كعدد من الأبنية المتفرقة، وعلى مر العصور اندمجت لتشكل رمزاً لمكانة آل سافوي الذين سيطروا عليها. أخذت القلعة عدة مرات منذ ذلك الوقت تتنقل بين المالكين، لكن ليس عن طريق الحصار أو القصف. هذا يفسر سبب بقاء جمال قلعة شيون على حاله. لقد أسرت مخيلة الفنانين والشعراء والفلاسفة. قام شعراء القرن التاسع عشر كاللورد بايرن وبيرسي شيلي برحلة في قارب إلى البحيرة لزيارة الشاتو الشهير. بعد أن تأثر بقصة الراهب الذي سجن بسبب معتقداته، كتب بايرن القصيدة الشهيرة بعنوان سجينو شيون. ومؤخراً قال فريدي ميركوري من فرقة كوين في زيارة له إلى هنا بعد أن عزف في مهرجان مونترو: لابد أن تكون هذه هي الجنة. سننتقل الآن من بحيرة جنيف إلى المنطقة الجبلية في سويسرا. هنا يبدو أن المستوطنات الغريبة تقع في كل واد. قبل وجود وسائل النقل الحديثة كان الوصول إلى هذه القرى الزراعية الصغيرة متعذراً، لذلك أصبح لكل مستوطنة تفصل بينها وبين المستوطنات الأخرى بضعة كيلومترات لهجات مختلفة جداً، حتى يكاد بعض السكان من قرى مجاورة لا يفهمون بعضهم. تعتبر جبال هذه المنطقة من أفضل مواقع التزلج في العالم، بعيداً عن مسارات التزلج المعدة. يكسو الثلج الناعم هذه القمم والأودية في فصل الشتاء، مما يجذب السائحين من كل أنحاء العالم. ولعل منتجع التزلج الأكثر شيوعاً في سويسرا هو هنا في مدينة فيغبياغ. في مطلع هذا القرن كانت هذه البلدة مؤلفة من بعض الأكواخ، وقد تركز اقتصادها كله على إنتاج الألبان وتربية المواشي كباقي القرى الصغرى في المنطقة. لكن فيما بعد، في عام 1925 قام بعض متسلقي الجبال باستكشاف المنطقة،
واكتشفوا إمكانيات التزلج الرائعة هنا. سرعان ما تأسست عمليات تجارية صغيرة. لم تنطلق التجارة بسرعة. في أواخر الخمسينيات كان المنتجع يضم 3 موظفين فقط، لكن سرعان ما تغير ذلك في السبعينيات حينما أطلق ازدهار التزلج عالمياً هذه المدينة الفاتنة إلى النجومية، والآن أصبحت محوراً أساسياً للرياضة الشتوية مع ارتفاع عدد السكان إلى حوالي 40,000 شخص خلال موسم التزلج. الأمطار الخفيفة، وفرة المياه الجارية، ووفرة أشعة الشمس جعلت هذه الأودية الجبلية مثالية للكروم. بقيت صناعة النبيذ جزءاً أساسياً من الحياة الزراعية السويسرية لسنوات طوال، ويعود نجاح هذه الصناعة إلى تقنيات الري المتطورة التي بدأت منذ سنوات عدة وما زالت تتطور حتى الآن. قنوات المياه التي تجري بوفرة في منحدرات الجبال مصممة لتزود كروم العنب بالكمية الكافية من الرطوبة. تشكل المياه من هذه الأودية والأنهار الجبلية جزءاً من حوض نهر الرون. وبشكل عام تمتلك سويسرا 5% من إمدادات المياه العذبة في قارة أوروبا، لذا يشار إليها كبرج المياه الأوروبي. بعد اجتياز القليل من الأودية نصل إلى سيون، إحدى أقدم مستوطنات البلاد. هناك أدلة تشير إلى أن مزارعي العصر الحجري الحديث عملوا في الأرض هنا منذ 6,000 سنة، وقد أصبحت فيما بعد مركزاً تجارياً مزدحماً خلال الإمبراطورية الرومانية. يحيط المدينة حصون مزدوجة تنتصب على نتوءات صخرية تشكلت بفعل الأنهار الجليدية في آخر عصر جليدي. نحو الأمام تقع كنيسة فاليري، وهي المصانة أكثر والأكثر شهرة بين الكنيستين. هذه الكنيسة الواقعة على أعلى القمة كانت مفوضة إلى المطران سيون، وبعد فترة وجيزة تأسست المدينة كأول أبرشية كاثوليكية سويسرية في القرن الرابع. نظراً للعلاقة المتينة التي تربط المدينة بالسلطة المسيحية الرومانية، استطاع المطارنة انتزاع سيادة سيون انتزاعاً كاملاً. واليوم فإن كنيسة فاليري هي موطن لما يعتقد بأنه أقدم أرغن في العالم، والذي ما زال يستعمل باستمرار، وقد شيد في عام 1435. على التلة المقابلة تقع قلعة توربيون. هذه القلعة التي أصبحت اليوم خراباً بجدرانها السميكة وأبراجها وأسوارها القليلة، كانت يوماً رادعاً قوياً لقوات الغزاة. فالقرن الرابع عشر اقتحمت فرنسا سيون وأجبرت على الاتحاد مع الجمهورية السويسرية في القرن السادس عشر، وعلى مر السنوات تعرضت للنهب من قبل عدة عائلات في المنطقة. هذا ما يشير إلى أن توربيون نالت حصتها الكافية من أحداث التاريخ. على الرغم من تاريخ المدينة الصاخب بالحروب، استطاعت القلعة البقاء على حالها حتى عام 1788 حينما دمرها حريق. جمعت الحجارة لعدة سنوات من أجل دعم أبنية أخرى في المدينة، حتى قامت أخيراً الحكومة المحلية بحماية ما تبقى من تغيبيون حماية رسمية. بالاتجاه غرباً نجد أحد أكثر الخلفيات جمالاً لأي رياضة. على ارتفاع 1800 متر عن مستوى البحر وفوق وادي غون الخلاب نجد ملعب الجولف كرانس سورسيير. كانت هذه الرياضة تمارس بشكل متقطع منذ عام 1905، فيما كانت قبل الحرب العالمية الأولى من صلاحية طبقة النبلاء البريطانيين فقط، لذلك لم يتم بناء ملعب كبير حتى عام 1939 حينما استضافت بطولة الماسترز الأوروبية للمرة الأولى. منذ حوالي 20 عاماً لقي الملعب ازدهاراً للمرة الثانية حينما كلف سيفريانو باليستيروس النجم الإسباني الشهير للعبة الجولف بإعادة تصميم الملاعب. الآن يعتبر أحد أهم الملاعب في العالم. منطقة فاليز تغطي معظم الأراضي الجميلة والوعرة في سويسرا،
وقد قدمت خلال القرون بنائين ومهندسين واجهوا تحديات لا تقاوم، كهذا الجسر الذي يقطع واحداً من الأودية الحادة العميقة والتي لا تحصى هنا. نحت الوادي بفعل المياه الجارية على مر آلاف السنين، والآن يقع على عمق 800 متر. جسر الحجر القديم ومعبر السيارات الحديث جنباً إلى جنب يشكلان نموذجاً رائعاً لقدرة السويسريين على دمج الماضي بالحاضر بسلاسة. تشكل جبال الألب 65% من مساحة سويسرا، فكان على مهندسي البلاد أن يكونوا خبراء برحلات الجبال إذا ما أرادوا الذهاب إلى أي مكان. الأنفاق هي مصدر قوتهم. أول نفق جبلي سويسري بني في عام 1708، والآن أصبحت الأنفاق منسوجة تحت جزء كبير من جبال الألب. قديماً كان السفر بين القرى السويسرية يستغرق أسابيع، وكان الوصول إليها غير ممكن في معظم أوقات السنة، ولكن الآن الوصول إلى أي قرية معزولة لا يستغرق أكثر من يوم سفر عبر القطار. إلى جهة الشرق تصبح الجبال أكثر جمالاً، مع أكثر من 47 قمة في فاليز على ارتفاع 4000 متر. نتجه الآن إلى قلب جبال الألب السويسرية. قد تبدو المنطقة غير مأهولة، لكن قرى التلال والقرى الصغيرة النائية تنتشر في الريف. لعب خط العبور عبر جبال الألب دوراً مهماً منذ العصور الوسطى، إلا أن السياحة في جبال الألب على نطاق واسع لم تبدأ قبل منتصف عام 1800، حينما أتى متسلقون بريطانيون إلى هنا لتسلق القمم. ولعل نقطة عبور جبال الألب الأكثر شيوعاً هي هنا، ممر سيمبلون على ارتفاع 2005 أمتار، تقدم الطريق مناظر مذهلة للأودية أدناه. استخدمت هذه البقعة لعدة قرون، وكان أول عبور موثق في عام 1600 لكاسبار جودوك فون ستوكالبر الذي نقل الملح من البحر الأبيض المتوسط على ظهور البغال. لكن لم يتم تطوير الممر إلى طريق عام يمكن الوصول إليه حتى تقدم نابليون إلى سويسرا في القرن 19. استعمل جيش نابليون هذا المعبر لنقل المدافع إلى إيطاليا، لكنه اليوم أصبح مفتوحاً أمام الجميع. وبفضل إجراءات التعزيز والحماية من الانهيار، الممر مفتوح على مدار العام. الآن سنهبط إلى وادي سيمبلون. إننا نقترب من إيطاليا، والمناخ أصبح أكثر متوسطية. كلما اقتربنا من الحدود السويسرية الإيطالية، تلاشت اللغة الألمانية ليحل مكانها اللغة الإيطالية، وهي اللغة السائدة في كل أرجاء المنطقة. إن القرى في منطقة فاليز مستمرة من خلال تربية المواشي وزراعة الفواكه التي تشكل مكونات الكونياك المحلي الشهير الذي ينتجونه. بالانتقال إلى ممر زيفشيز بيرغن نبدأ عبورنا الموجز إلى إيطاليا. هنا تظهر المنازل السكنية في أماكن غير متوقعة. كما أن هناك مستوطنات أكبر منتشرة في الأودية، كراسا، وهي قرية صغيرة خالية من السيارات تماماً، يعيش فيها مزيج انتقائي من المتحدرين من البروتستانتيين المضطهدين والهيبيين الذين استقروا هنا في منتصف الستينيات، أو مدينة كرايفيجيا، المشتق اسمها من العبارة الإيطالية التي تعني مراعي الجديان. يعيش سكانها الذين يبلغ عددهم 756 نسمة في بيوت زراعية تعود إلى قرون تتميز بمداخنها الحجرية الطويلة. تتألف معظم البيوت هنا من الحجر القديم المنحوت والأسوار الحديدية،
ويعيش جزء كبير من السكان في نفس البيوت التي كانت لعوائلهم لأجيال لا تعد ولا تحصى. ويرفع عدد من المسيحيين الأتقياء الذين يقدرون الحياة الشريفة شعار لا تخف إن كان ما تفعله خيراً. بعد اجتياز بعض الأودية نصل إلى قرية ري. في القرن 15 أعلنت الكنيسة الكاثوليكية كامل المستوطنة موقعاً لمعجزة حدثت حينما بدأ تمثال مريم العذراء ينزف بغزارة بعدما رمي بحجر. هذا المجمع الضخم سانتواريا ديلا مادونا ديل سانغواي بني حول التمثال المعجزة، وقد أصبح منذ ذلك الحين مكاناً شعبياً للحج. من الوادي الإيطالي الخصيب فيجيزيو نعود إلى سويسرا، حيث نجد محطتنا الأخيرة في هذه الرحلة، بحيرة ماجيوري الرائعة. بطولها الذي يزيد على 60 كيلومتراً تشكل جزءاً من الحدود بين إيطاليا وسويسرا. ترتفع البحيرة عن مستوى البحر ما يقل عن 200 متر، مما يجعلها من أدنى المناطق في سويسرا وملاذاً صيفياً للسويسريين الذين يريدون الهروب من الحياة الجبلية الباردة. تقع المدن والحدائق عند سفوح جبال الألب السويسرية، مما يخلق جواً جذب الفنانين والمفكرين لمئات السنين. على الطرف الجنوبي لبحيرة ماجيوري تقع مدينة لوكارنو، وهي منطقة يتحدث سكانها الإيطالية، حيث يبلغ عدد السكان 150 ألف نسمة. كانت تتمتع بأهمية كبرى في عهد الرومان، وفي منتصف القرن 19 تم اكتشاف أكثر من 50 قبراً تحت الشوارع. كان ذلك أول دليل لمدافن رومانية ولحرق الجثث، وهي العادة العائدة إلى تلك الفترة والتي حدثت جنباً إلى جنب، الدفن والحرق. كباقي مدن سويسرا كانت لوكارنو معقلاً للسلطة الكاثوليكية، إلى أن تم دمجها مع الاتحاد الكونفدرالي السويسري بعد حروب نابليون. بمحاذاتها تقع مدينة أسكونا التي تعتبر أدنى مدينة في كل سويسرا، إذ ترتفع عن مستوى سطح البحر 196 متراً فقط. فضلاً عن كونها مقصداً شعبياً لإقامتها مهرجاناً موسيقياً يتخصص في الجاز، اكتسبت شهرة بسبب الفكر الثوري فيها. في مطلع القرن العشرين قام عدد من المثاليين بتأسيس بلدية مزدهرة من أجل روابط أوثق مع الطبيعة. مع أن البلدية قد زالت منذ زمن بعيد، ما زال التفكير الراديكالي مستمراً في أسكونا من خلال ندوات تقيمها جامعتا زيوريخ ولورنس. أخيراً نتقدم إلى قلب البحيرة، حيث الحدائق النباتية لجزر بريساغو. على عكس القمم المغطاة بالثلوج، المناخ هنا شبه استوائي، والنباتات الاستوائية في الجزيرتين الصغيرتين تترك لتصبح نباتات برية. لكن تبقى جارتها الأكبر والمزروعة أكثر سان بانكازيو، محط أنظار السياح. لقد كانت يوماً ملجأً للمسيحيين المضطهدين، وفي ثمانينيات القرن الثامن عشر شكلت البارونة المحلية حدائق استوائية وشبه استوائية، حيث كانت تتم دعوة فنانين وموسيقيين وكتاباً للالتقاء والعمل في بيئة ملهمة. كما أضيفت منحوتات حجرية وحمامات على الطراز الروماني لتحسين الجماليات. في الخمسينيات اشترى سكان محليون الجزيرة وجعلوها متاحة لعامة الشعب. يذكرنا وجود نباتات متوسطية وآسيوية وأسترالية وإفريقية في وسط هذه البحيرة السويسرية بمدى تنوع وغرابة هذه البلاد. إنه مكان رائع لاختتام هذه الرحلة.